مع اقتراب فصل الصيف تزداد حاجة اللاجئين في الزعتر إلى المياه الصالحة للشرب، خاصة في ظل شكاوى متكررة من عدم صلاحية هذه المياه التي توزع داخل المخيم. وفي محاولة لتحسين هذه الظروف، افتتح في مخيم الزعتر وتحت رعاية السفير الأمريكي في الأردن بئر جديد للمياه الجوفية بمواصفات عالمية لتزويد قطاع كبير من اللاجئين باحتياجاتهم اليومية من المياه. نوعية المي ممتازة جدا، هذا مية الآبار كلها معالجة، وراح يتم كمان تأكد من يعني صلاحيتها وفحصها بشكل مستمر، وكلها تكون معالجة ومكلورة، فبالتالي المي صالح للشرب 100%. يعني الكمية هاي راح تكون كافية لحوالي 90,000 لاجئ، راح يتم استعاضة بكميات الإضافية من برا لفترة، وبعدها راح نعمل زيادة بالمنظومة تكفي كل اللاجئين داخل المخيم إن شاء الله. السفير الأمريكي قام بجولة في المخيم، افتتح خلالها أيضا مدرسة جديدة من المقرر أن تستوعب نحو 5,000 طالب، خاصة وأن نحو 50% من اللاجئين السوريين من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 عاما. جايين لهون عشان نتعلم ونرجع لبلدنا ونبني ونبني وطننا، ولازم نتعاون نحن على هذا الإشي. حاليا المدرسة فيها حوالي 36 مبنى، وهذول 36 مبنى مقسم لكل مبنى لصفين، الصف بياخذ 40 طالب، فهي المدرسة راح تستوعب ل 5,000 طالب وطالبة. وتعاني المنظمات الإغاثية من نقص حاد في التمويل، خصوصا في ظل ازدياد أعداد اللاجئين بصورة كبيرة، ومع معدل تدفق يومي يصل إلى نحو 2,000 لاجئ، الأمر الذي يفاقم الأوضاع المعيشية للاجئين. حقيقة لا توجد الموارد الكافية في الأردن ولا في المخيم، لذا فعل المجتمع الدولي تقديم المزيد، والولايات المتحدة فخورة بأن تكون في مقدمة الدول الداعمة، وسنواصل البحث عن طرق للمساعدة. وتتركز مطالب نحو 120,000 لاجئ يقطنون الزعتري على توفير البيوت الجاهزة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية داخل المخيم. حسن الرواشد، أورينت نيوز، عمان.